جميعنا يعلم أن من مزايا وخصائص شهر رمضان المبارك أنه شهر تتضاعف فيه الحسنات، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدومه بقوله: وهو شهر تتضاعف فيه الحسنات. هل تعلم ما هي أسرع وسيلة تكتسب فيها أكبر عدد ممكن من الحسنات في رمضان؟ إنها قراءة القرآن. لماذا؟ لأنك بالقرآن تجازى لا على الآية ولا على الكلمة، بل بالحرف. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وبحسبة سريعة ستجد أن متوسط عدد الأحرف في السطر الواحد في المصحف 40 حرفا بـ400 حسنة، وعدد الأسطر في الصفحة الواحدة 15 سطرا بـ6000 حسنة. وتذكر أن هذه المضاعفة في غير رمضان، أما في رمضان فتتضاعف إلى أكثر من ذلك، ففي هذا الشهر يعطي الكريم بغير حساب. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى القرآن عنوان لشهر الصوم بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فحري بالمؤمن أن يستزيد من الخير في هذا الشهر بكثرة قراءة القرآن، فهذه نفحة ربانية وفرصة، والفرص قد لا تعوض.